السلام عليكم طلاب، المحاضرة راح تكون عندنا هي عن second order differential equation. احنا اخذنا المعادلة التفاضلية من الدرجة الاولى وعرفنا انه حسب الشكل اللي راح تجي به المعادلة التفاضلية راح نقدر نحل بعدة طرق. زين، هاي المحاضرة اللي راح تكون عن second order، هسه الفاتت كانت عن first order من الدرجة الأولى، هاي المحاضرة راح تكون عن second order اللي هي من الدرجة الثانية. زين، موجودة طبعا المحاضرة يعني الأمثلة والشرح هاي بصورة كاملة chapter 17 بالكتاب. second order differential equation. زين طلاب، هسه شعدنا هنا شلون نعرف السكند اوردر من الفيرست اوردر؟ زين هسه نجي بالنسبة للسكند اوردر راح تنكتب بهاي الطريقة، هاي الطريقة هاي نسميها السكند اوردر. بس شنو راح نقول؟ لينير ديفرنشال اوكيجن. شنو راح يكون نوعها؟ لينير differential occasion من second order. ليش second order؟ لان عندنا هنا هاي الواي هي شنو؟ واي دبل داش، لهذا الدبل داش معناتها second order، والداش الوحدة اللي هي شكل هذا راح تكون first order. فاحنا عندنا هنا بما انه المعادلة مالتنا راح يكون اعلى مشتقة بيها هي تربيع، يعني هي يعني دبل داش، فمعناها هي من السكند اوردر. ممكن تكون بهذا الشكل، وممكن تكون دي تربيع الواي تربيع على الدي اكس تربيع، واضح؟ يعني ممكن تكون باي طريقة من هاي الطرق. زين، اللي عندنا بعد المعادلة شوكت تكون هوموجينيوس وشوكت تكون نون هوموجينيوس. المعادلة إذا كانت مساوية للصفر راح نسميها homogeneous differential equation، وإذا كانت لا تساوي صفر راح تسمى non homogeneous. هذا الشيء موجود هنا عندكم، هذه هي الهوموجينيوس، وهنا عندنا هاي هي النون homogeneous. إيش وقت homogeneous؟ إذا كانت العفو المعادلة مساوية للصفر، وتكون نون هوموجينيوس اذا كانت غير مساوية للصفر، يعني اذا كانت مساوية فد رقم او فد دالة بدلالة الاكس. زين، هسه شعدنا بعد المعادلة اللي تكون بهالصيغة هاي اللي هي قلنا عنها لينير، شلون راح نتعامل وياها او شلون نعرف الحل؟ قلنا احنا كل معادلة معناه ما دام عندنا معادلة ويريد، اذا هو من ينطي المعادلة جاي يقول لك find the solution، يعني اجد الحل لهاي المعادلة او solve هاي الاوكيجن حلها. فبالتالي الحل هنا راح يكون عندنا هاي المعادلة، هاي الحل مالتها راح يكون بهالشكل هذا. هيا هي المعادلة اللينير second order linear differential occasion، واضح؟ اللي هي من يا نوع، ما دام مساوية للصفر إذا تعتبر homogeneous، واضح؟ تعتبر homogeneous. زين، هسا هاي المعادلة هاي الحل مالتها دائما راح يكون هذا، هذا الحل هو الخاص بال homogeneous differential occasion second order. زين، هنا شنو ال y1 وشنو ال y2 وشلون ممكن نجدهن؟ نجري هنا طبعا طلاب المعادلة من ينطينا اياها حتى نقدر نحلها راح نخلي بمكانها معادلة اسمها ال auxiliary occasion او ال characteristic occasion اللي هي هاي معادلة الرابعة. هاي هي المعادلة اللي راح نحل بيها وهي اللي راح نشتغل عليها، يعني المعادلة من ينطيكها بالسؤال بدلالة y راح تحولها بدلالة r وتستخرج ال r اللي يعتبر الجذور الروتس وتعوضهن بصيغة اللي بيانتها لكم قبل. اذا هاي المعادلة نسميها شنو؟ نسميها ال auxiliary occasion او ال characteristic occasion الخاصة بهاي المعادلة اللي هي من الدرجة الثانية. زين، هذين ال R1 وال R2 اعتمادا على القيمة اللي راح تطلع راح يكون عندنا ثلاث حالات. هاي كلش ضرورية تعرفون كل حالة اللي هي يقابلها يعني حل معين للواي.
زين هسه أول شيء عندنا إذا كانت الـ R1 والـ R2 شي يقول real and unequal roots جذور كانت حقيقية وغير متساوية، فالحل مال المعادلة اللي ينطينا إياها بالسؤال، زين يعني الحل مال هاي المعادلة اللي حولناها إحنا مو ينطينا بالسؤال معادلة راح نحولها بهالشكل هذا الـ R تربيع بدلالة الـ R، فالحل راح يكون بهاي الصيغة، يعني هذا الشيء اللي تكتبه بالأخير هذا هو آخر شيء نكتبه. وش نعوض؟ نعوض بمكان الـ R1 والـ R2 القيم اللي استخرجناها، واضح؟ زين هسه نجي شنو معناتها real and unequal. انتو ماخرين قبل يعني بالسادس انه عندنا جزئين، عندنا جزء حقيقي وجزء خيالي. الجزء الخيالي راح يحتوينا على متغير ممكن حسب المصادر، اكو مصادر يسموه الجي واكو مصادر يسموه الاي، واضح؟ فهذا هو يعتبر الجزء الخيالي، راح ناخذ حاله من الحالات ونشوف شنو يعني. بس هنا ساعدنا اول حاله ان يكون ريل اند ان ايكوال، يعني مثلا 5 و7 او قيمه سالبه مثل سالب 1 و0، يعني المهم يكون الارقام بس ما مشابهه. من يقول ريل اند ان ايكوال ان يكون الارقام بس مختلفات، يعني ما يصير اثنيناتهم مثلا 5 او اثنيناتهم 10، لا هذه حاله ثانيه اذا كانوا مساويات. المهم يكون الارقام ويكون غير مساويات، يعني 5 و6، 8 و7 وهكذا. زين هسه نجي نشوف مثال ونشوف شلون راح يحل. هسه انا ايش يقول؟ يقول انطينا الجنرال سوليوشن. احنا قلنا عندنا الحل يكون نوعين، الجنرال والبارتيكولار. الجنرال اذا ما انطانا يعني قيمه للواي عند نقطه معينه، يعني مثل فكره الفيرست اوردر، واذا انطانا قيمه معينه لازم نعوضها بالاخير سنعوضها وراح نشوفها من بالامثله. زين هنا يريد عندنا الجنرال سوليوشن للديفرنشال اوكيجن اللي مطينا اياها. زين نجي نباوع للمعادله. اول شيء بما انه هنا عندنا دبل داش، واضح هنا عندنا دبل داش، معناته هاي معادلة تفاضلية منين؟ من الدرجة الثانية. بما انه مساويتين للصفر معناته هي نون هوموجينيوس. اذا شنو الفكرة مالت الحل المعادلة من هيج صيغة وتساوي لنا صفر؟ راح الحل انه هاي المعادلة راح نحولها من دلالة واي الى دلالة ار. زين شنو الاشياء اللي لازم ننتبه لها طلاب؟ انه الواي داشين راح تتحول الى ار تربيع، والواي داش راح تتحول الى ار فقط، واذا منطينا واي بالسؤال ما راح نحولها لاي شيء بدلاله ار، ما راح نحولها لاي شيء بدلاله ار، يعني مجرد راح تكون كانما هسه هاي ار تربيع وهاي ار اس 1 وهاي ار اس 0، والار اس 0 هي 1، فيعني كانما ما موجوده نهائيا، واضح؟ فهسه بمكان الواي داش داشين راح نعوض شنو؟ راح نعوض ار تربيع، مكان الواي داشين راح نعوض الواي تربيع، ومكان الواي داش راح نعوض الار فقط، وبمكان الواي هاي الواي داشين صار بمكانها ار تربيع، والواي داش صار بمكانها فقط ار، والستة واي نزلت فقط 6 بدون اي شيء. زين هسه هاي عبارة عن معادلة، يعني نقدر نحلها حسب الطرق القديمة لحل المعادلة، يعني بالتجربة، يعني حسب الحل اللي ممكن نحله اللي ممكن نعتمده على مود نستخرج الجذور، يعني مجرد نستخرج الجذور لهاي المعادلة. زين طلعنا الجذور، طلعت عندنا ال R1 تساوي 3 والR 2 تساوي سالب 2. شلون حليناها؟ مجرد نحلل يعني نفتحها تجربة، فطلع عندنا الار مرة تساوي 3 والار مرة تساوي سالب 2. زين بما انه شفتهم طلعوا بهالشكل هذا، يعني مجرد ارقام ماكو جزء خيالي وما متساوين، راح الحل يكون شنو؟ يكون بهالطريقة ها، اللي هو حسب يا معادلة، حسب هاي المعادلة، يعني هاي نفسها راح ننزلها هنا مثل ما تشوفون، بس بدل الـ R1 راح نحط الـ 3 وبدل الـ R2 راح نحط السالب 2، يعني هاي راح تمثل الـ R1 وهاي راح تمثل الـ R2.
2.